الله يحمي الشام ويحمي جميع المحافظات السورية وجميع السوريين. نحن اليوم أكيد بكارثة إنسانية، يمكن هذا الشيء صار بشكل مفاجئ وما كان في عنا استعداد لا نفسي ولا مادي ولا معنوي ولا اقتصادي حتى لنكون نحن اليوم مهيئين بهي الكارثة. وشفنا للأسف كثير عبر صفحات الفيسبوك بلشت البوستات تخويف للناس بأنه اليوم حيكون في زلزال بنهار فلاني، حيكون في زلزال آخر. اليوم نحن أبدا ما لنا يعني بيقولوا ما لنا لقيانين، يعني نحن اليوم بحالة نفسية سيئة بشكل عام يعني. فهدول البوستات إجوا بشكل سلبي على الناس، ولهيك ضمن صباحاتنا ومن أول يوم صارت في هي الكارثة من نهار الاثنين وقت رجعنا لصباحنا غير، دائما عم يكون معنا حدا مختص بعلم الزلازل ليحكي لنا أكثر عن الأسباب النتائج وكيف نحن اليوم قادرين بهذا الظرف نتصرف بشكل توعوي ونكون قادرين أنه على القليلة أنه ناخذ إجراءات السلامة الأولية. اليوم ضيفتنا لليوم هي الدكتورة هالة حسن، عميد المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية. صباح الخير دكتورة، صباح والحمد لله على سلامتكم. صباح الخير، الحمد لله على السلامة للجميع، سلام لسوريا، والله يعطي العافية لكل الناس اللي عم تشتغل على الأرض بهالظروف الصعبة. كمان شكرا للي قدموا مساعدات إن كان بالناس بالمعدات بالمال بالأخر. أهلا فيك دكتورة. خلينا هيك بالبداية نسأل حضرتك اليوم عن آلية حدوث الزلزال. مثل ما ذكرت رشا من شوي أنه حجم البوستات اللي عم تكون عبر السوشيال ميديا وحالات الذعر يلي عم بتكون والتنبؤات يلي عم نشوفها، يعني صرنا نحن بنشوف عالمين أفلاك، مدربين تنمية بشرية، كل واحد بيقول لك أنا عم برصد، ما بعرف شو عم بيرصدوا صراحة، ولكن عم يخوفوا العالم اليوم بزلازل قريبة متوقعة. خلينا نحكي اليوم كيف بيتم التنبؤ بالزلزال، أو هل يمكن التنبؤ بحدوث زلزال؟ هلا عموما التنبؤ بشكل برقم محدد ممكن، لكن انه انا بزمن يطلع انه انا باليوم الفلاني بالساعه الفلاني مستحيل. فهو التنبؤ هي عباره عن دراسه، يعني هي عباره عن دراسه للصدوع الموجوده بالمنطقه. فهذه الصدوع تدرس بشكل دائم، انه بالعام مثلا 1957 صار صدع على صار زلزال على صدع سرغايا 7.4، فإذا هذا له تقريبا شيء 260 سنة، يعني بيرصدوا انه ايمتى تتكرر هذه الدورة. فإذا هن كل صدع قديش عم ترجع هذه الدورة، فأنت بتتنبئي في دورة زلزالية انه إمكانية هالزلازل القوية بترجع بعد فترة. فإذا بيقول لك أنا بتنبأ انه بعد 60 سنة بعد دورة زلزالية 200 ل 300 سنة ممكن يرجع زلزال على هذا الصدع بنفس الدرجة، لكن انه أنا أتنبأ بأي ساعة معينة فهي احتمالية ناتجة عن دراسة لهذه الصدوع ووضع خرائط لها، خرائط احتمالية للتسارعات اللي ممكن تجي كل بفترات محدودة يعني. طيب دكتورة، وقت بنقول الصدوع نحن اليوم عم نحكي عن أسباب طبيعية، خلينا نتوسع أكثر بالشرح، اليوم شو هي أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث زلزال؟ هلا طبعا هو نحن بنعرف انه الصدع او الزلزال هو عباره عن تكسر القشره الارضيه او ناتج عن اهتزازات موجوده بطبقات القشره الارضيه، بس احنا قبل ما نضوي انه كيف يصير الزلزال نحن بنعرف انه القشره الارضيه كلها عباره عن مجموعه من الصفائح او الكتل الصخريه، طبعا هي موجوده في جو او في وسط منصهر ولزج، عموما بترفعها الى الاعلى التيارات الحراريه بطبقه الاستوسفير في طبقات القشره الارضيه. هذه الصفائح هي في حركه دائمه، فهذه الحركه قد تكون بطيئه قد تكون شديده، قد تتباعد هذه الصفائح عن بعضها او تتقارب، يعني انزياح القارات معروفه نظريه الانزياح انه الوضع من 2000 سنه ما كان هيك، كانت قارات انفصلت قارات ارتبطت، فاذا هو حركه هذه الصفائح يعيد تشكيل الكتل الصخريه ونسبه المياه الموجوده. فاذا هي الصدوع لما بتبتعد الصفائح عن بعضها ممكن يصير في عندي تباعد، هذا يؤدي إلى تشكل زلزال، تقارب الصفائح من بعضها يؤدي إلى احتكاك، هذا الاحتكاك مع بعض مع صفيحتين مع بعض يؤدي إلى تراكم إجهادات. لكن أحيانا نتيجة حركة طبعا الصفائح بتحرك بفرق سرعة، يعني دائما مو نفس السرعة، ولذلك ممكن تحدث هالمشكلة يعني. ففرق السرعة بيناتهم وهالاحتكاك وحركة نسبية يؤدي إلى تراكم إجهادات. النتوءات الصخرية تحاول منع هذه الحركة فبيصير تراكم أكثر لفترة من الزمن، لكن عندما تتجاوز قدرة الصخور على مقاومة هذه التراكمات تنكسر وتتحرر طاقة كبيرة، طاقة إجهادات متراكمة بتنتشر. دكتورة هاي المقاومة، يعني اليوم نحن فينا نربطها بعدد سنوات اليوم كعلم، يعني أنه نحن خلال 100 سنة 200 سنة أنه ممكن يصير هذا الزلزال إذا ما بقى تحمل الصخور هذا التصدع؟ طبعا هو أكيد إلى فترة
لها إمكانية محددة لما بتعجز عن إمكانية بتتراكم كتير هذه الإجهادات بتنكسر وخلص بتتحرر هذه الطاقة بشكل موجات اهتزازية طولية وسطحية حتى تصل إلى سطح الأرض. وطبعا هون هالموجات هي ضررة أنه في عنا موجات تصل إلى سطح الأرض تهتز بشكل أفقي، وهي تأثيرها خطر كتير كتير على المباني، لأن المباني معظمة لل 1994 اللي صار الكود الزلزالي تقريبا كلها مصممة على الأحمال الشاقولية يعني أوزان إلى آخر، لكن أنه الأحمال الأفقية هي لم تدرس عليها، درست على الرياح لكن رياح أسلوبها مختلف. إذن هي فهي دائما تكون في دائرة الخطر لأنه غير قادرة على تحمل هذه الجملة طبعا الإنشائية، غير قادرة على تحمل هذه الأحمال، فبالتالي نحن المفروض دائما يكون عندنا استعداد لهذا الموضوع. طيب دكتوره خلينا هيك لو بتسمحينا اليوم نحكي هيك بمعلومه شوي المبسطه للناس، في حاله ذعر مثل ما ذكرنا بالمحافظات السوريه اذا بدنا نحكي عن شده الزلزال اليوم، نحن بنعرف اكثر المحافظات هي صارت معروفه اللي يعني كان فيها ضرر هي حلب واللاذقيه وطرطوس وحما. بالنسبه خلينا نحكي اليوم هاي الهزات الارتداديه اللي عم بتكون قديش فيها خطر على هاي المحافظات، قديش في خطر على المحافظات اللي ابعد مثل دمشق مثلا؟ هلا عموما نحن الحدث او نسميها الصدمه الاولى او الشوك الاولى اللي صارت بغازي عنتاب على سطح الاناضول، المشكله انه هي صارت 7.8 فهو الزلزال الاكبر في 100 سنه، لم يحدث زلزال بهذا الشكل، لكن اللي سبب ضرر اكبر وضرر كثير مرعبه هو حدوث زلزال اخر يعني قريب من نفس الصدع، وهو بسموها هي عملية نقل الضغط، لما صار الشوك الأولى تفرغ جزء من الضغط في صدع قريب فصار هزة ثانية هي 7.5 وهي كانت أقرب للحدود السورية يعني طبعا. فإذا صار عندك أنت مو زلزال واحد مهزة، هي هزتين، بالتالي صار في عنا أضرار مرعبة يعني أضرار كبيرة جدا. هي بجوز لو اقتصر الموضوع على الزلزال الأول كان ممكن، وهي نفس النتيجة اللي بيعتمدوا عليها بالحكي، لكن هي مانا مو بنفس الدقة، أنه ممكن يصير في عنا تحريض لزلازل في مناطق أخرى نتيجة هذا الزلزال، لكن كلما بعدت المسافة عن الصدع أو عن هذا المركز البؤرة الزلزال ما بتتشكل، يعني هي بدها تكون قريبة لينتقل الضغط وتأثر وتحرض صدع آخر يعني. فإذا هو أي عمليا الصدوع لما صارت بأنطاكيا أو بصدع شرق الأناضول أثرت بشكل كبير على المنطقة، لكن المناطق اللي هي شرق الأناضول تمثل شمال غرب سوريا توكافة، فأثرت على المحافظات السورية بشكل كتير كبير. والأثر يعني كان مثل ما قلنا يعني هي شدة أو قدر الزلزال كان بحدود 6 وشوي، فلذلك كان أثر كبير يعني كل ما ابتعدنا كانت الأثر 6.0 هو وين؟ رختر تمام يعني بأي محافظات قريبة من الحدود قريبة من الزلزال عم نحكي حلب اللاذقية أيوة طبعا. هلا بس كل ما اتجهنا باتجاه طرطوس لبنان تجي هزات ارتدال لكن خفيفة. طيب دكتورة بدمشق قديش بأول مرة صار الزلزال قديش وصلت على 4.5 4.7 هو بمقياس رختر لا يعتبر أنه يعني هو نحن بقياس اختر من 1 لـ10 من 1 لـ4 فهي عادية يعني ممكن تحس فيها لا بس لا تؤثر أي ضرر يعني من 4 لـ6 فهي عبارة عن زلازل متوسطة قد تحدث فيها بعض الأضرار وممكن يكون فيها مشكلة، من 6 لـ7 يعتبروا زلزال بحلب كبير. شو هي أكيد فوق 6 يعني وبلاد هي نفس طبعا لأنه قريبين كثير من الزلزال. هو المشكلة أنه ليش صار أكثر؟ لانه تعرضوا لزلزالين ورا بعض بيناتهم بين 10 ل 9 ساعات يعني. طيب دكتوره بعد ما حدوث الزلزال ثاني نهار ولمبارح نحن عم نسمع اخبار عن حدوث هزات ارتداديه بسبب الزلزال هو السبب الرئيسي اكيد، وكان هاد الهزات كان كمان الى اثار سلبيه يعني شفنا هبوط لابنيه ثانيه، يعني خلينا نقول انه الزلزال الاول كان السبب بتصدع القواعد الاساسيه لهي الابنيه. خلينا نحكي عن هدول الهزات ايمت بيكونوا بالمستوى الخفيف والامن للناس؟ عفوا هذه الهزات الارتدادية تتشكل بعد الزلزال مباشرة وهي الهزات هي يعني طبيعية يسموها افتر شوك، دائما بعد كل هزة هي طبيعية وتنخفض هذه الشدة او هذا القدر مع الزمن، بصير تباعد بين يعني اول فترة بيكون هزات متلاحقة وهي متلاحقة بشدة، هي اقل قدر لكن اكثر خطورة لسبب انه هذه المباني تعرضت للصدمة الاولى فتصدعت صار عندها مشاكل، تجي الهزة الارتدادية تؤثر سلبا يعني. لكن نحن عموما هلا اذا بنشوف نحن في كثير مباني ما تأثرت
يعني انا ما تاثرت عندي مبنيين جنب بعض، مبنى تاثر ومبنى ما تاثر. فطبعا هي النقاط كلها ممكن تنحسب، يعني انه احيانا نحن بنعرف انه دور الاهتزاز او المجال التردد للزلزال اذا تطابق او توافق مع دور المنشا فبصير عندنا شيء اسمه حادثه الطنين، او بكير عندي استجابه عاليه جدا وبالتالي المبنى قطعا سينهار. لكن اختلاف التردد للمبنى عن تردد الزلزال يؤدي انه ممكن يكونوا مبنيين جنب بعض، واحد يتاثر واحد لا. اضافه لانه نحن المنشات اللي تاثرت اكثر شيء، يعني في بناء سريع ما في اشتراطات زلزاليه، في مباني مخالفه لرخصه مخالفه، هو مبنى مخالف غير نظامي، كثير صارت فتره الازمه بهالفتره. صحيح صار انشاء عمار بشكل كثير سريع. عمار كبير، اضافه لانه مثلا في ناس كثير بهم الربح السريع، فمثلا حتى لو اخذ رخصه على 5 طوابق بيكون مشان الربح السريع بيعمل 3 طوابق ثاني، فهذا الشيء بدون ما يكون مدروس. اذا انا ابسط شيء بالحاله العاديه قد يتضرر هذا المبنى. اضافه لانه مثلا المناطق اللي جنب دمشق انه سمعنا انهيار مباني كان بلاديه بدمشق كل حتى بحلب، هي في منها عشوائيات غير نظاميه، في شيء تعرض للحرب يعني بفتره الازمه في كثير اضرار موجوده يعني. فاذا هي لما بيزيد الضرر اكثر نتيجه اساسا في ضرر سابق. اساسات تكون خفيفه ما انا كثير مدعمه، يمكن كمان مثل ما قلنا بفتره كان في انشاء لسريع لبعض الابنيه. بس يعني مو الاساسات هي الاساس، يعني انه الاساسات هي اكيد هي اللي بتتلقى الصدمه الاولى الاولى اللي هي لانه الزلزال بيعبر طبقات تربه حتى يصل الى تربه التاسيس. فهو هذا الزلزال لما بيجي على تربه التاسيس كمان هي نحن المفروض نلحظها لاحقا، انه احيانا هذه التربه اذا كانت ضعيفه توضعات رسوبيه فيها مي مفككه بتؤدي الى تضخيم هذه الاشاره، يعني اضعاف احيانا بتضاعف الشده اذا كان مثلا ما بعرف 0.4 مثلا من جي من التسارع الجاذبي بصير بالمبنى بالاعلى تضربيه بمرتين ونص. فاذا انا اذا ماني لاحظه هي الاثر او اثر التربه الموجود عليها المبنى، فاذا انا بكون يعني اسست مبنى غير امن. اما لو لاحظتها قد يكون ايضا له وفر اقتصادي، يعني دائما هي الخسائر هون كثير في لها مشاكل ماليه يعني طبعا. يعني اذا صارت اضرار فكثير في تكلفه. طيب دكتورة خلينا هيك كمان حابين نستغل الوقت المتبقي مع حضرتك ونسأل اليوم، للأسف الزلزال من 6 أيام حدث، هلأ في مخاوف كبيرة كل اليوم مواطن سوري عم يسأل يا ترى أنا بيتي آمن ولا مانو آمن بعد حدوث الزلزال. خلينا نحكي بالمناطق اللي هي الأشد تضررا، كيف ممكن يتصرفوا مع المباني، وخلينا نحكي عن المحافظات اللي أبعد مثل دمشق وغيرها من المحافظات اللي كانت أقل تأثرا بحدوث الزلزال، كيف ممكن يتعاملوا مع أبنيتهم؟ هلا اكيد في جهات وصائيه معنيه، ان كانت المحافظه، ان كانت مجالس البلديات، ان كانت الجامعات، كل الجهات المعنيه بتقييم هذه الاضرار شكلت فرق. راحت مثلا جامعه دمشق شكلت فرق لكل المحافظات معنيه بتقييم هذه المباني، رصد وتقييم الاضرار اللي صارت، تحديد هل هذا المبنى قابل للسقوط، هل هالمبنى يتحمل بده تدعيم، هل هو امن نرجع ولا لا. لكن في نقطة كثير مهمة انه نحن بتوصيف وبتقييم هذه المباني بدنا نلحظ شغلتين، عندي مبنى نظامي ومبنى مخالف. صح. مبنى مخالف لا يمكن تعطيه رخصة انه يرجع للبيت لانه هو اساسا مخالف، لا يطبق اي اشتراط من اشتراطات الكودات لمبنى مقاوم للزلازل. اما المبنى النظامي نحن بنشوف اذا كان هو ما في اي تصدعات خطرة، يعني ما في عنا اي تشققات فممكن يرجع البيت، يعني ممكن تعطيه اذن وشرعيه للعوده الى المنازل مع مراقبه لهذه التشققات ولهذه الصدوع، لما بزيد عن حد معين يحكوا يتصلوا مع الجهات المعنيه فبتجي بتراقب وبتقيم وبتعطيهم الحل. طيب دكتوره اذا هي الابنيه اللي عم تحكي حضرتك فيها تصدعات اليوم، كيف بيتم اليوم فينا ندعمها طبعا أكثر؟ اذا كانت فيها تصدعات كبيره اكيد بيصير في اخلال لها وبيصير في تدعيم، يعني بيصير في تقويه للعناصر، اذا في عناصر متضرره جدا تزال ويعاد بناء، في كل الامكانيات ممكن لتدعيم هذه المباني، وحتى اذا في مباني قائمه ضررها خفيف ممكن ايضا زياده قوتها مقاومتها لهذه تحسينها، يعني اذا عندي عمود متضرر ممكن البسه بقميص بتوني جديد زيد مقاومته، ممكن اذا انا عندي لاحقا لخوفا من اي حاله طارئه ممكن تدعيم بعناصر افقيه شاقوله تخفف الانتقالات، كله ممكن يدعم كله ممكن يدرس وينحط له حلول.
طيب دكتورة، قبل ما نروح للتسونامي والحديث اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي والذعر اللي صاب الناس، خلينا نرجع شوي بعام 99. صار في تحذير كتير كبير من زلزال، المركز الوطني أصدر أنه ممكن يكون في حدوث لزلزال، والناس وقتها تأهبت. يعني إذا بنرجع بالذاكرة، والناس يعني استذكرت هذا الموقف أنه ناس نزلت على الشارع، على الحدائق، على الملاجئ، تم إفراغ البيوت بشكل كامل. اليوم المرصد الوطني ما كان في أي تنبؤ بهي القصة. في اليوم في قصة عتب، صار في قصة عتب من الناس اليوم، لسان الناس يعني أنه المركز الوطني كان مفروض يكون له دور قبل وقوع الزلزال. يعني شو فينا نعلق على هاي الفكره؟ يعني هو اكيد، يعني لاحظي انه نحن ان كان نحن ولا تركيا، تركيا منطقه زلازل اكثر بكثير منا. صحيح. ومع هذا ما كان عندهم قدره، يعني عمليا نفس السويه الى حد ما، انه انا اتنبا بهذا الموضوع. هو عباره عن حاله احتماليه مثل ما أنا. اكيد المفروض، وانا كنت هلا بدي ادعي لنقطه، انه المفروض يصير في يعني دعم هذه المؤسسات اللي هي ان كان المركز الوطني. وقت نقول دعم شو بنقصد؟ اليوم يعني شو بحاجه المركز الوطني؟ تطوير شبكات الرصد الزلزالي، اعطاء المزيد من الصلاحيات لتطوير ولوضع هذه الخرائط اللي قلنا المحتمله. لما انا بحط خرائط الخطر الزلزالي لكل سوريا، لكل المنطقه لحالها، مع وجود فتره انه بهالفتره راح يصير في عند احتمال، طبعا هي احتماليه، هي احتماليه للصدمه، كون انا قادره على الاستعداد للكارثه. انت بقدر ما بتستعدي للكارثه بقدر ما بتكون الخسائر اقل ما ممكن. فاذا هو الاستعداد يسبق ما قبل الكارثه، بسبقها تجهيزات، تطوير شبكات الرصد، اعداد برامج، تطوير قاعده بيانات، الاتصالات، خدمات، كل هيدي المفروض يكون عندها امكانيات. اللي هي طبعا احنا نتيجه الحاله الزلزاليه اللي عم تصير، صار في تشكيل المعهد العالي للزلازل بجامعه دمشق، والمركز الوطني اللي تابع لوزاره النفط اللي هو لرصد طبعا الحركات صدوع والجيولوجية المنطقه والسيزميه و الخارطة الزلزالية الموجودة. فإذا هن اثنيناتهم يحتاجوا إلى دعم، إلى تجهيزات مطورة. نحن مثلا كمعهد نحتاج إلى أجهزة للرصد، حتى الكشف عن مثلا يعني كشف عن الأضرار أو الناس الأحياء الموجودين تحت في أجهزة ترصد حساسة كثير مهمة هاي النقطة. يعني مثلا ما أنا متوفرة، يعني حتى إلا بتشوفي هلا مثلا كثير في جهات إجت مع تقنيات وأجهزة عم ترصد، معدات إنقاذ. هلا أكيد نحن بنعذر، نحن البلد أكيد كان بأزمة ووضع صعب كثير، وعقوبات اقتصادية وعقوبات يعني، فهذا الشيء هو كان بيأثر كثير للموضوع. أنا برأيي لازم يكون في، أنا لهي النقطة، وخاصة نحن منطقة تكتونيا في كثير صدوع. يعني أنا بقول إنه إذا الخطر لا زال قائما، بقول لا زال قائما لكن ليس على هذا الصدع، لكن قد يحدث بصدوع أخرى. يعني عندي صدع الغاب، عندنا صدع الفرات، عندنا صدوع بالسنجار بأكثر، بلبنان مبارح مثلا صدع اليمونة، صدع رشية. فإذا أي نشاط على هذه الصدوع يؤدي إلى خطر إضافي. فإذا المفروض تتشكل هيئات مستقلة لها صلاحيات بالتطوير، بالعمل، بوضوع التقنيات، بتطوير الدراسات والتحليل، بتدريبهم خبرات، يعني زيادة خبراتهم، إمكانياتهم، زيادة الكوادر. طيب زيادة الكوادر، خلينا اليوم نطمن الناس. اليوم بحاجة لأي الناس، لأي شيء طمنا، لأي شيء يهدي الحالة النفسية بعد الأيام الصعبة اللي مرقت على الجميع. قصة الفيسبوك لحالها قصة، يعني هي نحن من أيام الحرب على سوريا هي كانت العامل الأساسي بالحرب النفسية. صح. علينا، واليوم رجعنا وقعنا بنفس المطب يعني. طبعا. فخلينا اليوم دكتورة من خلال وجودك هيك طمني للناس، يعني شو حتحمل الأيام الجاي؟ هل في تنبؤات لأي شيء؟ هلا أنا بس في نقطة، نحن بجوز كناس علميين أكيد بيهمني طمن العالم، وأنا ممكن طمنه بالنسبة للزلزال، لكن نحن مهمتنا نحكي الحقيقة العلمية بالضبط. إذا مبدئيا على هذا الزلزال لن يحدث أي زلزال أكثر قوة، هذا كلام غير صحيح. يعني صحيح، لأنه خلص هي صار عنا زلزال وانتهت. هذه الهزات الارتدادية اللي عم بتصير ممكن تستمر لشهر لكن خفيفة، ما هي يعني تتناقص بالتدريج حتى تعود المنطقة إلى الاستقرار. عودة تسونامي لا يمكن يصير على هذا الزلزال لأنه صار على اليابسة، فتسونامي ممكن يصير إذا صار زلزال بالبحر بعماق وبسرعة كمان تتجاوز السبعة، قد تحدث هذه الأمواج الزلزالية. لكن إذا صارت مثلا، واحتمال هلا ما في، يعني إنه نحن قلنا في ناس كمان بارح تسألت إنه طيب ممكن نتيجة هذا الصدع يتحرض عنا زلازل على الصدوع الموجودة عنا بسوريا ولبنان، لأنه نحن على نفس المنظومة طبعا. صحيح. لا نحن بنقول إنه كل ما بعدت المسافة يعني 300 كيلومتر نحن بيناتنا أو 200 كيلومتر لا يمكن يتحرض زلزال ناتج عن هذا،
لكن اذا صار لانه نحن مثل ما قلنا هي منطقه صدوع، ايمتى بتحرض اي زلزال ما بعرف، بس نحن المفروض نستعد لاي شيء. اكيد هلا مبدئيا ما في شيء، يعني مثل ما قالوا الجمعه وغيره هذا حكي ان شاء الله، اكيد حكي ما انه دقيق، لكن استعداد كثير مطلوب. اهتمام الجهات الرسائيه من نقابات مهندسين من جامعات من محافظه من مجلس وزراء انه دائما يجب تطوير الكودات، يجب الانتباه على الاشتراطات، تطبيق نظام رقابي صحيح، عدم وضع اعطاء رخص للغير صحيحه، مراقبه حقيقيه لتنفيذ هذه المخططات الصحيحه، يعني الابتعاد عن العشوائيات لانه دائما سكن العشوائي مرعب. أكثر منطقة تتعرض للخطر هي هذه، لأنه لا تطبق أي اشتراطات، لا مواد البناء، لا النظام، لا الجمل الإنشائية. دكتورة هلا نحن مثل ما بيقولوا صرنا تحت الأمر الواقع، وكثير من مناطق سوريا فيها عشوائيات، وهذا الكلام حيكون مرعب لكثير من الأشخاص، لأنه بصراحة نتيجة الحرب على سوريا ما هم قادرين يتركوا بيوتهم، وهي مثلا ما فيها تصدعات أو ما فيها شيء، ويروحوا على سكن يمكن أكثر أمانا، هون شو كيف ممكن يتصرفوا العشوائيات؟ في طريقة كثير كانت وما عملوها يعني بمحافظة حلب من زمان، إنه أنت المنطقة العشوائية دائما بتختاري مثلا منطقة أو ساحة معينة وتم تنفيذها، يعني تبني فيها عدة مباني أو مبنى واحد سريع للمباني اللي أنت أخليتيها وحطيتيها بسكن صحيح مؤقت، فأنت إذا هي عملية متتالية، يعني أنت كل ما عمرتي مبنى أو برجي بتنقلي هذه الناس لهالبيوت، وبعدين تاخدين أو ممكن تاخدي، يعني أنه ما أسمح لي العشوائيات بالزيادة، يعني الناس هي ما بعرف بتخاطر بحياتها لما بتروحي، وأكيد ظروف صعبة، واكيد انا نحن متعاطف مع الناس اكيد الموجوده بهي العشوائيات، لكن الوضع اكيد غير امن، يعني بده يحتاج الواحد لتدقيق تدعيم، يعني فهي في خطه لازم توضع المحافظه او الحكومه انه ممكن هالعشوائيات تتسيطر عليها بهالطريقه، هي عباره عن مباني قادره تبني كذا مبنى بزمن يعني خلال السنه، تنقل هالناس بعدين بتنتقل شوي شوي وبالتالي بتخلص من هالعشوائيات بكل المحافظات السورية. إن شاء الله دكتورة، هذا الحديث بده خطة عمل كتير كبيرة، وذكرتي نقطة حضرتك أنه نحن طالعين من حرب 12 سنة، يعني أدمت قلوب السوريين وأنهكت الجميع من جميع الجوانب، فالزلزال حدوثه يعني كان زاد الأمر سوء، فبنا نتمنى السلامة والصحة للجميع. في تسونامي؟ ما في تسونامي هلأ، في ما في، بس إنه هاي الإشاعات يعني دغري الربط بين الزلزال والتسونامي، يعني ليش؟ لأنه عموما هي ما بعرف كيف بيربطوا، يعني أي زلزال على اليابسة لا يؤدي إلى تسونامي. ايمت اليوم نحن اليوم علماء الجيولوجيا او المختصين بيقولوا انه نحن معرضين لتسونامي بعد زلزال بقد ايه، او شو القاعده اللي بيستندوا عليها؟ هلا اول شيء لما بنقول ما في تسونامي، لانه اذا بده يصير تسونامي فهي دائما بعد 5 ايام، هي بتصير بعد 12 ساعه الامواج الزلزاليه، بعد 5 ايام 6 ايام هذا الحكي ما مستحيل، لكن اذا بده يصير موجات تسونامي يعني لازم يصير زلزال على في البحر، لانه طبعا احنا بنعرف في صدع بيروت، يعني صدع بيروت هو إذا صار بالزلزال بصدع بيروت ينتقل من اليابسة إلى البحر قريب كتير، في عنا صدع القوس القبرصي وصدع البحري باللاذقية اللي هن على حدود، إذا صار أي زلزال على هذه الصدوع يؤدي إلى تسونامي، لكن حتى تسونامي إذا بده يصير هون لازم تكون شدته كبيرة. نعم. فنحن بس نعمل إجراءات حماية لما بتعدوا إذا صار في مؤشرات، يعني إذا صار بعد 12 ساعة لتشكل الموجة الزلزالية، إذا أنت بتكون قادرة على الخروج والذهاب الى اماكن اكثر امانا على الاقل 1 كيلومتر عن الساحل. ان شاء الله بالصحه والامان لكل الناس، ان شاء الله يا رب ما بيصير اي شيء من اللي ذكرتيه. بدنا نشكرك كثير دكتوره هالة حسن عميد، المعهد العالي للابحاث والدراسات الزلزاليه، شكرا لوجودك معنا. شكرا دكتوره لحضورك، اهلا وسهلا بحضرتك.